نظمت إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية البينالي الدولي 11 لكتاب الفنان. البينالي كل سنتين كما يدل الاسم البينالي، ولكن احنا بنشتغل له قبلها بسنة على الأقل. بيعنى بينالي كتاب الفنان بتقديم الإبداعات الفنية على اختلاف طبيعتها، وهي تعتمد في فكرتي على استشراف علاقة الكتابة أو السرد أو الحكاية بالتعبير الفني البصري في التطبيقات المختلفة مرتبطة بشكل أو بآخر بالكتابة. السنة دي عندنا ما يقرب 22 فنان مصري، فنانة إيطالية، فنانة روسية، غير بقى الكتب برضو اللي جاي من برة. عندنا 25 كتاب من دار نشر فرنسية متخصصة في التكنيك بتاع كتاب الفنان. هنا عشان نعمل التنوع ده في العرض وتنوع ده في التقديم للجمهور، يبقى فيه بحث كبير وراه وتعاون مع المهتمين من المتعاونين في المراكز الثقافية في مصر وفي الخارج. لذلك تتنوع الأعمال المشاركة في محتواها وفكرتها وتقنياتها المختلفة، ولكن تجمعها روح الحدث نفسه. في خياطة وفي تصوير وفي كولاج. بالنسبة للوحة عاملها مستلهمة ألف ليلة وليلة، تخيلت أن شهرزاد بتقول لشهريار بلغني أيها الملك السعيد العقل الرشيد والعمر المديد انه كان في فنان حقيقي قادر انه يطير في السماء زي الطيور بخياله، وقادر انه يعوم في المياه زي الاسماك، لكنه بيعود يشقى على الارض كانسان. انا مشاركه مع 12 لوحات اللي في ليله وليله على الورق البردي، مش قطر عربي بس، بكمان زخرفه نباتيه، وبعمل ده بالوان سخنه زي الوان مصر. يعني مهما كانت المشاكل ومهما كانت الانكسارات، تبقى الإبداع الفني هو القادر على الاستمرار بشكل دائم. شهدت مكتبة الإسكندرية المؤتمر الدولي دور التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. احنا النهاردة مؤتمر دولي بيتكلم عن دور التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هو موجود على مدار يومين، يوم 2 و3 سبتمبر. بينظم المؤتمر جهتين، المؤسسة العربية لإدارة المعرفة وهي مؤسسة مصرية من مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسة ثقافية علمية غير هادفة للربح، وبيشارك معها في التنظيم لجنة الإفلة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيها سيكشن خاص بالدول العربية. كان امبارح كمان في ورشة عمل مصاحبة للمؤتمر، كانت عن تقييم الأثر خدمات المكتبات للمجتمع، ودي برضو ورشة معتمدة من الاتحاد الدولي للمكتبات. هو الحقيقة الذكاء الاصطناعي دخل في كل مناحي الحياة. تأثير هذا التطبيق على عمل المكتبات، أفضل التطبيقات المستخدمة، الخبرات العربية في مجال تطبيقات تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي. الناس بتحاول انها تستغل كل التقنيات وكل التطور التكنولوجي، تقدم اكبر خدمه واكبر تطور في عالم المكتبات والمعلومات، واحنا دلوقتي ده اللي بنسلط عليه الضوء من خلال المؤتمر ده. احنا مهمتنا ان احنا كمتخصصين في مجالات المكتبات والمعلومات ان احنا نوجه الناس لمصادر المعلومات اللي بتناول الذكاء الاصطناعي من الجانب الايجابي ليه. نظمت مكتبة الإسكندرية حفل موسيقي لفريق أمبيرو وياسين محجوب ضمن حفلات مهرجان الصيف.